سنة عمان، ثراء الطبيعة والموقع والبحر. معطيات تفاعل معها الإنسان العماني واستطاع أن يطوع نفسه مع هذه الموارد. تنوع طبيعي فريد كان منه الثراء الجغرافي، الصياد والبحر في عمان. نظرة تترامى بعيداً عبر الماضي والتاريخ. علاقة تكشف الدور الفاعل والإيجابي لجغرافيا البحر والموقع. أصبح البحر روح المكان والصياد عبقريته الذي حدد البحر ثقافته. مدن تطل على البحر تكشف عن العلاقة بين الصياد والبحر في عمان. في الأيام المبكرة من الاستيطان السكاني، أقام العمانيون على طول الساحل واحترفوا صيد الأسماك، وظهرت الموانئ البحرية والقرى الساحلية في درجة عالية من الحضارة. بعد هذا القلمبيش، يا جماعة، كم علي هذا القلمبيش؟ كم؟ ما العمر يا هذا؟ كم علي هذا القلمبيش؟ خمسة. خمسة، ستة. ستة ريالات، ستة ريالات. نبيع ستة؟ شو عجان ستة ريالات، عجان؟ عجان ستة ريالات، عجان. بعد هذا كم علي هذا ثلاثة؟ كم؟ لا لا، حبة حبة. حبة حبة، يا والله. كم علي هذا العود؟ حبة حبة. ها؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 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 عشرة. نبيع تسعة؟ لا، اللي باب العشر يشل. نادي هناك، نادي هناك. كم علي عند الفنينة؟ كم؟ كلها عشرة، كلها عشرة، خمس عشرة. سجل سجل. كم علي عند الفنينة؟ كم؟ عشرة ما عندك عاد. عشرة، 11، 11 ريال، 12 ريال، 13 ريال، 13 ريال، 13 ريال. نبيع 12؟ اي والله. نادي على عندك، نادي. سويت. على كم العشر عندك؟ على 13، على 14، على 16، 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 على 16،
واحد بعد اربع بابات. كم بابا؟ اربع. خمس كم لما اروح بس خلاص خلاص اربع حالك بابين ثلاث اربع ندابي على كم؟ على خمس اربع اربع تعجر. كم ثلاثة؟ كم؟ كم ثلاثة؟ هذه الأسواق التقليدية على سبعة. على تظهر حصيلة على سبعة. عمل شاق وخبرات متوارثة عبر أجيال متعددة، خبرات أكسبت الصياد معرفة عميقة بالبحر وأسراره. فالعمانيون من أمهر الصيادين وأكثرهم تمرساً وخبرة بأماكن تواجد السمك. الصيد بالليخ نسير العصر ونرجع الصباح، نصيد بالخيط يعني نسير الفجر ونرجع المساء، نصيد كله بالخيط بس ما نصيد بالليخ. ما شيء الياخ، الياخ بعدين جاي، فلما جاين الياخ يعني كثر الصيد بالليخ واجد. يعني كنا بالقر، وكان أول يعني ناس أقوياء ما مثل اليوم شباب اليوم هذا. أول يعني كان نشل لنا تقريبا 4 كيلو تمر نوكله ونرجع، يرجع المحصين خالي. أول كنا حد يعني بيوم جاين يوم الهواري الكبار كان نسير لنا 7 و8 يوم أول الهواري الكبار، خلاف عاد من جاين هواري الصغار حتى قمنا نسير نفر دفر. أنا عمري 7 سنوات أشتغل البحر، إذن الحين عمري أكثر من 57 سنة. نعرف كيف نمشي، ونمشي في الليل أحسن من مشي النهار. يعني نمشي الحين على الليتات، ولا أول ماشي الليتات، لكن نعرف
نحدد القرية من هين اشتلينا، نحدد يعني على كيف مشينا نوصل سيد البيت. لا زالت طريقة إنزال القوارب وإخراجها من البحر على ما كانت عليه في الماضي بوضع العوارض الخشبية تحتها، وتعرف محليا باللاسية. يخرج الصيادون للصيد بعد أن يكونوا قد أعدوا العدة اللازمة من خيوط مختلفة تحسبا لمصادفة الأنواع المتعددة من الأسماك. لا يختلف زاد الصياد في البحر اليوم عن الأجداد كثيرا، فالتمر والرطب في مواسم وكمية من مياه الشرب تعد ضرورة لا يستغني عنها الصياد الذي قد يظل في عرض البحر طوال النهار وفي بعض الأحيان جزءا من الليل. أفضل وقت يخرج فيها الصياد إلى البحر هو الصباح الباكر وقبل غروب الشمس، حيث تنشط الأسماك الكبيرة في البحث عن غذائها. أساليب متعددة من الصيد التقليدي توارثها الصياد في عمان جيلاً بعد جيل، وباستخدام أنواع من شباك الصيد. أهم هذه الأنواع شباك الليل، التي توجد بها فتحات كبيرة لصيد أسماك الكنعد والجيبر، والنوع الآخر فيطلق عليه اسم الخيلة، وبه فتحات صغيرة لاصطياد الأسماك الصغيرة. تبدأ عملية البحث عن الأسماك بملاحظة سطح البحر وسبر القاع ومعرفة نشاط الطيور والأسماك الكبيرة. لما نشوف الطيرة يعني كيف تمشي نتبعها، نعرف ان الصيد هناك معها، نعرف لو ماشي صيدك كان ما تمشي عليها الطيرة. مو مثلا نوع الطيور، الطير هذه الصغيرة هذه الفرخ. بعدين في البحر نشم كذلك يعني ريحة يوم حيت سمك، حتى لو ما يقحم ما يطلع، لكن نشم ريحة نعرف انه هنا الصيد. الرخي هذا يعق العصر، يعني ما يطلع من البحر، يعق الصباح ونهار ثاني يسيروا له، يسير يجيب وقت الحر السمك يخترب، فلما يضرب مغرب يخترب اللي في الماء يعقوه، بو يخترب وبو زين يجيبوا السوق، أن ما يحيدوا من عقوه، يسوي له علامة بس في الليل ما يحيدوا يشلوه المساء، اللي يشلوه الصباح.
طريقة صيد الرخت هو رمي الشبكة في أعماق البحر وتركها لمدة 24 ساعة أو طوال الليل حتى شروق الشمس. بعدها يقوم الصياد بجمع الأسماك. يستطيع الصياد من طريقة مقاومة السمكة في الصنارة أو الشبكة وقوة شدها معرفة نوعها وحجمها مسبقاً أثناء سحبها إلى القارب، وتتطلب عملية الصيد خبرة ومهارة وقوة، لا سيما عندما تكون السمكة كبيرة الحجم وقوية كأسماك التونة أو الجيذان والسنسور والكنعان. والله بوقصي لو جايبين زانة. اي طلع. يا الله 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 يا
كان السمك والتمر القوت اليومي لمعظم الناس في عمان لقرون طويلة مضت، ويعزى ذلك لوفرة الأسماك. شيء الصيد في الغبة، شيء الصيد في الساحل، صيد الساحل أصغر وصيد الغبة أكبر. هي الشباك هذه شيء منه الملبرية، اسمها شبكة ملبرية، ولاخ منصب حل كنعد، ولاخ رقم 12 حال القد. ان في الشتاء شويه البحر عليك ثقيل، ما تقدر تطلع مكان بعيد وتجيب صيد اكبر. وفي الصيف كان تقدر مبيت سهر ماشي موقه، البحر خوار والشتاء ثقيل، في مايات البحر، في مايه، في موقه، في كل شيء. في وقت ضبابه يعني الغبار واجد، ما تشوف البر ولا تشوف الجو ولا تشوف الشمس، نمشي على قلبة الموجة، نعرف الموجة كيف تقلب رايحة نمشي عليها. صيدة الكنعت تجيب من 12 على 14 باع، أما صيدة السهوة توصل للبحر 200 150 مسافة عند الجزيرة من البحر السهوة في وقت الشتاء، أما وقت الحر كان تنزل يعني تجي سحر الجزيرة. شيء من الصيد حبس، شيء سينة، شيء قولان، شيء قد، شيء كنعت، شيء سهوة، شيء تباق، شيء قرقور، شيء قيذر. لقد تم رصد أكثر من 950 نوعاً من الأسماك في البحار العمانية، وبالإمكان مشاهدة جزء كبير من هذه الأنواع في أسواق الأسماك. يريد هامور؟ لقد أبدى الرحالة العربي ابن بطوطة إعجابه الشديد بنوعية السمك العماني وجودته لدى زيارته لعمان، ووصوله لميناء قلهات عام 1331 للميلاد، حيث قال في قلهات: أكلت سمكاً لم أذق مثله في أي مكان آخر، وكنت أفضله على أي نوع من اللحوم، لذا فقد كان السمك طعامي الوحيد طوال إقامتي هناك. كما لاحظ الرحالة المعروف ماركو بولو وفرة السمك في عمان، وذكر أن كثيراً من الناس كانوا يقتاتون بالتمر والسمك المملح ما عدا الخاصة والأغنياء منهم.
تبقى العلاقة بين الصياد والبحر في عمان مصدراً رئيسياً للدخل والغذاء، ومصدراً طبيعياً ومتجدداً في توفير العمل للعديد من الصيادين على امتداد الساحل العماني ولأجيال قادمة. واحد يسميه مك، واحد يسميه ابو عريف، الاسود الاسود ذاك الاسود نسميه ابو عريف، وهذا الابيض الابيض نسميه فك، وهذا السام الفك فك يغوصون له، حد يغوص اللي عايز يغوص، اللي ما عايز يغوص مشي قليل فوق متنا، حصل له خمسه سته سبعه، وهي مرتي من يرد بحر هو ناكس عليه عزيبه، يطبخونه او طبخوه ودفنوه وبعدهم غسلوه وطبخوه مره ونظفوه ويبسوه ويبس غلفوا عليه في فغلوه في يواني سافروا. هذه الصيد هذه مشكله، مسكين او بنسين من خاص من خاص مول حق الثلاجات قطعناه وملحناه، خلينا بعد في الملاحة في الحلة دي نخليه 3 أيام يومين لأن في صل شوية، 3 أيام يومين خليناه في ملح شف يطيح منه الصل، وصلنا ويبسنا وفاخد آخر الشهر دي ملح يوم واحد ملحنا عصر مصبغ سونا لأن ناشف ما يصل، يبسنا فوق حطب ولا يبسنا فوق صبغة ما يخالف، يبس صبغة يستوي يبس فوق حطب يستوي، ويبس أزيد من يكون آخر الشهر دي يبس أزيد على الحين لأن ناشف من الصل ما فيش يصل. والعوال مثل قال مثلا لو بالله من بعت اللي خليه بيتون له بيتون يرمون العصر ولا ظهيره وروحوا عنه صبح صبح وانا اشري للصبح قال شلوه جابوا العوال اللي القاس منه قطعوه ملحوه يبسوه يشفونه 5 أيام 6 أيام لين يشوي بس يكون عاد متمكن يبوس، ولا يواتي لبيع طري يبيع طري في الوقت ذي، ولا الوقت الأول اللي ماشي يبيع طري يبيع على لا ميبس بس ميبس ويشتري عادي وشراء يبس وصبخة دول الصبخة نظيفة ويبس نافيه 300 400 500 أول موجود وايد الحوت. موقع وبيئة تعكس دفء الشمس وزرقة البحر، بيئة تتحدث وتنطق بشخصية الصياد، فالجغرافيا صماء ولكن الإنسان لسان الواقع. البحر في الجغرافيا العمانية رسم الشخصية الخاصة للصياد العماني
في تفرده وتميزه. علاقة أزلية قائمة على التكيف والاستفادة من خيرات البحر. Thank you.
السمك هذا يمكن طوله 700 باع، 700 باع عبارة 8 قطعات، 8 قطعات كل قطعة يمكن 50 باع، وعاد مع التركيب يكمل يمكن 700 باع. نكون يعني احنا فوق حوالي 10 انفار. انا راعي العبث، اشتريت هاي العبث هذا كله على حسابي من السيارات، من كل 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 ما تبع العبد، بس هذا لي معي كل مضياع، ما ضياع كله على حاليا. والمحصول نسوي عباره ثلاث قسم، ثلاث قسمات، قسمتين لين هذا الجماعه وقسم واحد حقي يعني. والمخاسر كله علي، هذاك ليهم سهمين ولا لي سهم واحد. بحدث عن ضاغي زمان اول، زمان اول اللي احنا نوكد يعني ضغوط جماعه بالخشب بالميداف. الحين استوى طرادات يعني بالمكان، يعني الضغوه هاي يكون يعني 30 نفر العدد من غير ماكينه 30. الحين هم عندهم كل يوم 15 نفر، من 15 بيصفي وين السياره بيعمل، واليوم كلهم مجموعه يعني مجموعه يعني يودوا الكبره يعني كل شيء وبيقسموا. الراعي العده اللي سهم سهمه وسهم قارب ماله وسهم سياره وسهم بترول يشيل. اما الصيد ما كله صيد، صيد في كنعد، في نقول احنا عوال، يريور، بريه، كل صيد يعني يودوا كبره، ما كل يعني كبره يعني مثلا اللي بريه يودوا كميه يبيعوه، وباقي ده يروحوه يبسوا يعني حتى داخل يواني خيشوه يبيعوه من ريالين ثلاثة أربعة يعني، وهذا محسد يعني. هذا
ويبقى البحر مصدراً من مصادر الخيال الشعبي في بناء الحكايات والقصص عن روح المغامرة والإصرار والإثارة والقدرة على الخيال والابتكار والطاقة على الصبر وتطويع الممكن. 17 هذا لنادي ولا بيع الله يبارك في التعب. خلاص ايش يا مصيب كم نادي على سوا خذ هيك مصيب.